حياكم الله من جديد مشاهدين، دعوني أرحب بضيفي الذي انضم لنا في الاستوديو دكتور أحمد صالح لنتحدث أكثر وأكثر عن مرض العقم وأسبابه وعلاجه أيضا. أسعد الله مساءك دكتور أحمد. أهلا يا هلا ومرحبا دكتور أحمد. يعني هنالك العديد من المشاكل الصحية الذي يعاني منها الزوجان أو تحديدا لعدم الإنجاب. لنتحدث بداية عن العقم. والله العقم بمفهومه الواسع هو يشمل الرجل أو يشمل المرأة أو يشمل الاثنين معا. قد تكون هنا أسباب مختصة بالزوج أو بالزوجة أو قد تكون أسباب مشتركة. طبعا احنا نعرف العقم إذا صار الزواج بعد سنة، يعني ليس مثلا شهور شهرين أو ثلاثة شهور، لا لازم يمر على الزواج سنة كاملة. بعد سنة نبدأ احنا نبحث عن الأسباب أين يقع المشكلة. يعني يلجأ الزوجين إلى الطبيب. نعم بعد سنة. بعد سنة. سنة. طيب دكتور، هل العامل الوراثي ممكن أن يلعب دور في هذا المرض؟ نعم. العقم؟ نعم. في بعض الأسباب الوراثية اللي تلعب دور. نعم. صحيح. بتلعب دور. نعم. طيب متى يلجأ الزوجان إلى فعلاً لعملية لإجراء عملية طفل الأنابيب؟ طبعاً أطفال الأنابيب لها عدة أسباب، يعني هي عملت من الاسم، نبدأ من الاسم. طفل الأنابيب عمل لما يكون هناك الأنابيب مسدودة. عشان كذا اخترعوا ما يسمى بأطفال الأنابيب. لكن بعد كذا تفرعت الأمور إلى عدة أسباب أخرى، قد تكون أسباب للزوج عقم رجالي أو قد تكون أسباب أخرى عند السيدة. لكن في معظم الحالات ما في أسباب، يكون الزوج سليم والزوجة سليمة، بكون بين الله سبحانه وتعالى. نلجأ لأطفال أبيب كحل بديل أو حل سريع. طب هل كل عمليات أطفال أنابيب تنجح أم هنالك بعض العمليات تفشل؟ لا، هي 50% نسبة النجاح. نسبة نجاح 50%. طيب ما سبب الفشل في هذه العملية لإجراء عملية طفل الأنابيب؟ سبب فشلها ولا سبب فشلها؟ فشلها طبعا هي بيد الله سبحانه وتعالى، يعني حتى الطبيعي برضو ما بيحصل حمل يعني. أيوة. ففي أسباب قد نعرفها طبيا بعدين بعد ما العملية تتم، وفي أسباب ما لها حل. يعني يكون العملية ناجحة والبويضة تخصبت والترجع الأجنة كان بدرجة عالية درجة أولى، لكن ما تمت عملية الالتصاق. هنا في أسباب غير معروفة. طيب كم مرة تستطيع السيدة أن تكرر هذه العملية، عملية أطفال الأنابيب؟ أطفال الأنابيب. والله فعلا سؤال وجيه. طالما عندها قدرة جسمانية وقدرة هرمونية وقدرة يعني أنها تعيد العملية، ما في مانع تقدر تكررها إلى أن الله يكتب لها. طيب المدة بين العملية وعملية أخرى؟ دائما إحنا نعطيهم فترة راحة شهرين. نقول على الأقل شهرين بين العملية وبعدين ترجع مرة ثانية تعود العملية. طيب دكتور لنتحدث أكثر عن العقم، عن نعم. أسبابه بشكل تفصيلي. نعم. لو مسكنا السيدة بما أن يعني السيدة اللي حتكون هي المحور السيدة. الأكثر أوكي. السيدة يبدأ من الأنابيب، انسداد الأنابيب، وهو ما اخترع طفل الأنابيب بصدده يعني. هذا السبب الأول. السبب الثاني ضعف التبويض. السبب الثالث التصاقات في الأرحام، التصاقات في الحوض. وفي بقول لك من عدة من الأسباب لا يوجد سبب واضح. في البداية يبدو كل شيء سليم، لكن بعد نكتشف هنالك أسباب أخرى، أسباب تحت المجهر يعني. بالنسبة للرجل؟ بالنسبة للرجل يعني هو ضعف الحيوانات المنوية بجميع أشكالها، سواء ضعف في الحركة، ضعف في العدد، ضعف في الشكل الطبيعي بيسموه زيادة عدد التشوهات. أيوة. هذا هو من ضمن الأشياء الشائعة يعني. بالنسبة لهذول الأسباب. هذا الأسباب العقم. الأكثر شيوعا. العقم. طيب إذا أردنا أن نتحدث أيضا عن في حالة نجاح عملية طفل الأنابيب. نعم. هل مثلا الجنين أو الطفل يتمتع بصحة جيدة إن مثل, مثل نعم. غيره، يعني مثل الحمل الطبيعي أقصد؟ نعم. نعم. ما في مشاكل مثلا؟ لا. ما في مشاكل بعينها يعني، في مشاكل الحمل المعتاد عليها، مثلا بيحصل في البداية نزيف، بيحصل بعض يسموه إجهاض منذر، بيحصل تعب في الحمل، لكن هذه حتى الحمل الطبيعي بيكون نفس المشاكل. طيب إذا أردنا أن نتحدث عن علاجات أخرى غير أطفال الأنابيب، لأن أنت عارف دكتور أحمد مش أي شخص أو مو أي شخص مقتدر على صحيح. بتأكد هي بتكلف صح. يعني مبالغ باهظة لعملية طفل الأنابيب. هل هنالك مثلا هي مش باهظة؟ لا، مع احترام الباهظة. الآن لو أخذنا عملية المعدة، هذا اللي بيسموها التكميم، التكميم. إيه؟ هذه كم تكلف؟ هذه تكلف ثلاث أضعاف أطفال الأنابيب، ثلاث أضعاف، وهي عملية تجميلية.
فما بالك هذه عملية أساسية في حياة الشخص. طب كم تكلفتها طفل أنابيب؟ السعودية تكلف مع الأدوية مع كله ما تزيد عن 15,000. اه مع 15,000 ليس المبلغ القاطع أو المبلغ القوي يعني. لا ممكن أي بس تحديدا إذا فشلت وتبغى تكررها مرة ثانية بعد شهرين وبالتالي بالتأكيد حتكون تكلفة على الزوجين. نعم. طب هل هنالك علاجات أخرى غير اللجوء إلى إجراء عملية طفل أنابيب؟ مظبوط. هو أطفال أنابيب على فكرة آخر مرحلة، يعني هي المرحلة الأخيرة التي يعني ما في بعدها شيء. ايوه. لكن قبل ما نوصل أطفال أنابيب هنالك عدة مراحل تمر فيها، كالتلقيح الصناعي وكالتنشيط المبايض وكأشياء أخرى نسويها. قد تكون المشكلة جراحية، محتاج الأنبوب، محتاج تسلك، بعض الناس يقول لك تسليك أنبوب، بعض الناس يقول لك الحوض فيه التصاقات، محتاج تشيل التصاقات. فهذلك في عدة بدائل قد نلجأ لها قبل ما نروح الأطفال أنابيب. أطفال أنابيب هي المرحلة الأخيرة، إذا فشلت كل البدائل أو كان السيدة عمرها كبير يعني قريب من 40 فما فوق، نقول لا إيه. الأنابيب حيكون أسرع وأقل معاناة. يعني أسرع لها يعني. نقدر نقول مثلا أنه يعني عملية طفل الأنابيب هي الورقة الأخيرة، الأخيرة بعد مراحل العلاج. نعم. طيب ماذا تحدثنا عن بعض الحالات اللي ممكن تكون حالات مستعصية، يعني لم تستطيعوا مثلا علاجها سواء بطفل الأنابيب أم بالعلاجات اللي مثل ما تفضلت؟ مظبوط. هو القرآن ذكرها يعني، قال لك واجعل من يشاء عقيمة. صحيح. واجعل من يشاء عقيمة طبعا بدون تعريف، معناه أنه في مجال للاجتهاد أنه قد نصيب في بعضها. لكن من الحالات اللي واضحة اللي ما يحتاج لها أي تفكير أنه واحدة ولدت من غير مبايض، عيب خلقي عدم وجود المبيض نهائي. طب في عدم هذه الحالة أو عدم وجود رحم، يعني يا المبيض المنتج للبويضات غير موجود أصلا أو غير موجود الرحم أصلا. فهذول الحالات غير قابلة للعلاج الإسلامي والشرعي. طبعا في الخارج بيعالجوهم بطرق غير شرعية كحاضنات أو كبويضات بياخذوها من شخص آخر. لكن شرعيا هذول من الحالات التي واضحة من البداية أنه ليس لهم حلول طبية. وفي نفس الشيء بالنسبة للرجال، عدم وجود الحمام المنوي، عدم وجود الخصية أصلا لإفراز الحمام المنوي، هذا برضو من الحالات المستعصية النادرة طبعا. وبعدين في بعض الأشياء العيوب الخلقية تجي في الطريق، قد ننجح وقد ما ننجح. لكن بس في هذه الحالات اللي ذكرتها في البداية اللي من المعروفة قبل يعني ممكن ما نلجأ للمحاولة أصلا، هذا تشخص ثم يصارح المريض أنه والله حالتك من نوع ألف وباء وجيم وذال ليس لها حلول والله. أنه صعب مثلا. نعم. أنه يتم معالجته. طيب أنا أعرف بعض الناس دكتور فعلا يعني لجأوا إلى طفل الأنابيب ولكن الطفل تشوه في بطن الأم في الشهر الرابع تقريبا، اكتشفوا هذا الموضوع. ما الأسباب برأيك أنه أدى إلى تشوه الجنين؟ مظبوط. هو شوف نسبة التشوهات للأجنة عامة حتى الطبيعي من 3 إلى 5%. صحيح. فهو كونوا أطفال أنابيب ما زادت النسبة كثير، يعني ممكن تزيد النسبة إلى 5.5%، يعني هي زادت نص على المعدل الطبيعي. وقد تكون التشوه عندها من التشوهات المفروض أنها تكون طبيعية أو المفروض أن نتعارف عليها، لكن عشان حملة أنابيب تقول لك والله يا دكتور الأنابيب هو السبب. بس مو هو السبب. لا مو هو السبب. والموضوع هذا أثير عالميا يعني ليس هنا بس أو في نوقش من 20 سنة. أنه هل أطفال أنابيب تزيد بنسبة التشوهات؟ الإجابة لا. بعض المراجع تقول تزيد 0.5% عن المعدل الطبيعي. لكن إحنا ما في حلول أخرى، يعني اللي بيتجه إلى طفل أنابيب معناه هذا الحل الأخير. هل عندك حل بديل؟ فكثير من ما تقول لك أخذ الفرصة، يعني حتى لو 0.5% ما عندي مانع، المهم أني أحمل وأحس أني زي غيري يعني. طيب كثير دكتور يعني من خلال عملك ما شاء الله تبارك الرحمن تخصص عقم، يعني في كثير من الناس اللي بتلجأ إلى الهرمونات وكثير يقولون مثلا إنه زيادة الهرمون في الجسم ممكن أن ينشط الخلايا السرطانية، ما رأيك بهذا الكلام؟ والله يقال برضو أثير الموضوع هذا إذا زاد الهرمون بدون متابعة طبية. طبعا إحنا بنعطي هرمونات للسيدة هناك رقابة عليه، هناك متابعة سواء تبويض أو متابعة نسبة الهرمون في الدم. طبعا إحنا في عندنا نسبة نتحدد فيها ما نخليها تفرط هذه النسبة، فطالما هي تابعت مع طبيب مختص وعنده خبرة في الموضوع ومتابعة التبويض نسبة السرطانات اللي ذكرت في بعض المراجع قليلة جدا أو تكون غير موجودة.
غير موجود. طيب ماذا تحدثنا ايضا عن بعض امراض العقم غير هذا اللي ذكرته دكتور؟ طبعا هناك يعني قلت لك المجال واسع، لكن احنا قلنا بالنسبه للسيدات اكثر شيء يجينا هو التصاقات الحوض، تكيسات المبايض، تقول لك عندها تكيسات. التكيسات المبايض تمنع الحمل؟ اي نعم تمنع الحمل لانه ما في اباضه طبيعيه، فبتضطر تاخذ اباضه مساعده اباضه. اوكي. قد يكون عندها الانبوب مسدود او الانبوب مشيول، يعني صار لها حمل خارج الرحم واضطر الطبيب في مرحله ما يشيل الانبوب او يشيل الانبوبين. وبالتالي اصبح ما في توصيل ما بين المبيض ما بين الرحم. وقد يكون غير معروف السبب، قد تكون سليمه 100% لكن ما بيحصل نصيب. نكتشف بعدين انه هنالك لا يوجد فيه تلقيح ما بين الحيوان المنوي والبويضه. تنزل بويضه في موعدها الطبيعي، حيوان منوي بيقابل البويضه لكن ما بيحصل بينهم لقاح. هذا بنكتشفه بعدين، بس في البدايه يكون تحليل الزوج سليم، تحليل الزوجه سليمه، لكن بعد تحت المجهر نكتشف ليس هنالك لقاح. طيب دكتور، هنالك من يصاب فعلا بتسمم في الحمل، يعني بعض الحالات اللي فعلا حملت عن طريق الاطفال الانابيب، هل له علاقه في الموضوع؟ لا لا ما له علاقه، تسمم حمل معروف هو بيجي. تسمم حمل عباره عن ايش؟ عباره عن ارتفاع الضغط مصحوب بزلال في البول. وهذا بيصيب 10%، مش واحد، 10% نسبه كبيره، 10% من الحاملين لاول مره، واثنين او 3% للحاملين اكثر من مره. ما في خطورة؟ لا، هو طبعا تسمم حمل يعتبر نوع من انواع الحمل الخطر. اذا لم يتم تداركه، لم يتم علاجه، او الولادة المبكرة، احيانا نلجأ الى الولادة المبكرة، ممكن يؤدي الى عواقب وخيمة. ايش اعراضه دكتور علشان المشاهدين؟ هو ارتفاع الضغط، قد يكون ارتفاع الضغط تدريجي او فجأة. تنفخ في الجسم، تشعر انها تنفخت بشكل غير عادي، يعني طبعا في تنفخ مع الحمل بيحصل بالتدريج او تنفخ مقبول، لا هذا تنفخ غير عادي في الاطراف اكثر شيء، في الايادي وفي الرجول. مصحوب طبعا بزلال، الزلال هي يمكن ما تعرف انه في زلال في البول الا بعد الكشف البول عنها. لكن قد تحس هي بتعب، بدوخه، صداع، الام في اعلى البطن، التنفخ في الجسم، هذه الاعراض اللي المريضه ممكن تحسها، لكن الطبيب ممكن يكتشف ارتفاع في الضغط غير مبرر او غير مسبوق. اول مره يجيها ارتفاع في الضغط مع زلال في البول. هذا المجموع هؤلاء يسموه تسمم الحمل. طيب دكتور، في حاله لجا لك الزوجان، يعني الزوجين جو عندك كذا، اول خطوه بتتخذها لتشخيص حاله الزوج والزوجه؟ مضبوط، ماذا تفعل؟ التحليلات، يعني نشوف تحليل الزوج، هل الزوج تحليل بيبين التحاليل، تحليل دم، التحليل لا تحليل. أيوه. بالنسبه للزوج السائل المنوي نشوف. أيوه. المعايير اللي هو العدد والحركه والتشوهات. هذه ثلاثه معايير، شيء بسيط. بالنسبه للزوجه بنشوف الرحم، وضع الرحم، وضع المبايض، وضع الانابيب، هذه ثلاث اشياء بنشوفها من من زياره او زيارتين بنصل الى التشخيص. بتوصل الى يعني، وهل هناك مثلا يعني تضعون الحلول الطبيه للزوج او الزوجه؟ نعم. اي لان في كثير من الازواج بيرفضوا مثلا انه يتوجهوا الى الاطباء اللي عمل فحص في البدايه، باعتقادهم انه فقط من المراه يعني. نعم والله كثير بتواجهنا، لكن في مع وجود الثقه، مع وجود العلاج، مع وجود الحافز، بدا يجينا الازواج، ما في مشاكل يعني. طيب ماذا تحدثنا اكثر معلومات مهمه عن اطفال الانابيب؟ يعني ما هي الاجراءات المتبعه قبل اجراء هذه العمليه تحديدا؟ والله طبعا هو الطبيب اللي بيحدد، يعني لما تروح لطبيب مختص بالعقم على ضوء التحاليل بنعرف فين المشكله. قد تكون مشكله علاجها دوائي، سواء للرجل عباره عن رفع مستوى الهرمون او تحسين وضع الحيوانات المنويه، او بالنسبه للزوجه عن طريق تحفيز الاباضه. او لو يكون الانبوب مسدود تحتاج تسليك انبوب، او تحتاج الانبوب يكون فيه التصاقات تحتاج تفك الالتصاقات. فهي كلها مراحل يعني حسب الطبيب بيمشي مع المريضه خطوه خطوه الى ان تفشل كل الخطوات فنلجا للاطفال. انا معك دكتور، لكن قبل اجراء العمليه هل هنالك مثلا محاذير معينه توجه مثلا للزوجين؟
لان عاده مثلا في مثل عمليه التكميم مثلا مثل ما تفضلت دحين، يعني بيقول لها مثلا الدكتور لا تاكلي مثلا من بعد الساعه 6، خليكي مثلا على السوائل الساعه 12 توقفي كل شيء، هل هنالك محاذير معينه يجب على الزوجين اتباعهما قبل اجراء الطفل على البيت؟ لا لا ما فيش، ما في لا قبل ولا بعد، ولا قبل ولا بعد، لا حتى لو هي حملت من خلال الأنبوب، حتى لو حملت ما يبغى لها راحه مثلا؟ لا عادي، بيكون عادي تمارس حياة طبيعية عادية. طيب كلمة أخيرة ودك توجهها دكتور لمن توجهها؟ والله أوجهها للمرضى أنهم يحاولوا يراجعوا العيادات الاستشارية. يعني لا يروحوا العيادات بدائية ويضيعوا وقت، بالذات لما تكون الزوجة قريبة من 40، لأن لما تجينا الوحدة فوق 42 بحد يعني بمعنى صحيح صعب الحمل، صعب فوق 42 ممكن انها تنجح، حيكون نسبة النجاح ضئيلة جدا. فنقول لهم يعني راجع مركز متخصص يشخص الحالة بدري، ولو شعرت انك انت على الأربعين لا تضيع وقت كثير، على الأربعين لا، الجأ الأطفال الأنابيب كحل سريع. هو اللي على الأربعين في سن الأربعين أم المرأة؟ لا الزوجة. الزوجة، الزوجة إذا كانت في الأربعين، الأربعين كيف يلحق نفسه يعني؟ أطفال أنابيب على طول، أطفال أنابيب. أيه. يعني حتى ما بنلجأ للتحاليل كثيرة، يعني حتى ما بنلجأ لأشياء كثيرة، بنلجأ لفوق الأربعين فما فوق، لا أطفال أنابيب كحل سريع. أطفال أنابيب. نعم. وطيب دكتور يعني قد سويتوها قبل كذا مثلا إنه فوق الأربعين سنة أو الخمسة وأربعين سنة، إيش العمر اللي مثلا بتحددوه إنه لا ما نقدر إحنا نسوي لك مثلا طفل أنابيب؟ وكلامك صحيح وعلمي، إحنا عندنا في العرف بعد 44 صعب أو نسبة النجاح تكون قريبة من الصفر، لكن بيجونا يعني بتجيك مريضة 44 وصحتها كويسة وتقول لك دكتورة أنا أشعر أني نشيطة ولا عندي أي ضعف، يعني فتضطر تعطيها فرصة لعل وعسى تكون هي من ضمن الواحد في الألف اللي قد يحمل. لكن بعد عالميا بعد بينجح، واحد قلت لك نسبة ضعيفة جدا، لكن نضطر نعطيها فرصتها يعني. لكن هي عالميا بعد سن 45 المحاولات تكون غير مجدية. قبل كده سمعنا قصة دكتور يعني حقيقية في الولايات المتحدة الأمريكية، إنه أم بنتها شايلة الرحم وسوى طفل أنبوب في بطن أمها اللي عمرها تقريبا 72 سنة، عشان كذا أنا طرحت هذا السؤال. الرحم حاضن، المشكلة مش في الرحم، وبعد السن 40 إيش المشكلة عندك؟ في البويضات تضعف. أيوة. فضعف البويضات هو الـ هو الـ هو الأساس. أيوة. يعني الرحم قد يعمر أكثر لأنه عبارة عن يعني وعاء حاضن. أيوة. ممكن تحسينه بالهرمونات بأشياء معينة كوعاء حاضن، لكن البويضة تيجي من فين؟ يعني البويضة هي الأساس. البويضة بعد سن 38 تبدأ في الانحدار، بعد سن 42 تبدأ في الانحدار الشديد، بعد سن 44-45 لا توجد بويضات صالحة للتلقيح. بس بتحاولوا بعد؟ بنحاول لأنه يعني بنعطيها فرصتها عشان هي يعني جت يعني. هل في عملية نجحت قبل كده مثلا طفل أنبوب لمثلا سيدة عمرها 45 سنة؟ قلت لك واحد في الألف. واحد في الألف؟ واحد في الألف. يعني بس ما في سايد افكت او مضاعفات مثلا طالما للمراه؟ طالما هي يعني ماشيه على النظام الطبي والمتابعه الطبيه ان شاء الله المضاعفات غير موجوده. المتابعه الطبيه كل كم؟ كل يومين. يعني عاده الحامل عفوا يعني المراه الطبيعيه او الحمل الطبيعي نقول انه شهريا عندها مثلا مراجعه طبيه. صح. بالنسبه للطفل لا، كل يومين كل ثلاث ايام. كل يومين كل ثلاث ايام الى التاسع؟ لا لا لا، مش لن تحمل. ها اوكي. الى ان تحمل. إلى أن تحمل. طيب تحمل بعد الحمل خلاص تتحول إلى مراجعة عادية كل شهر. كل شهر. كل شهر بس يعني هي ممكن. متابعة أثناء العلاج زي ما قلت لك، العلاج هرمونات وعبارة عن بنخاف إنه يصير فيه فرط أي في 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 الجرعة، فبضطر نشوفها كل يومين أو كل ثلاثة أيام. جرعة إيش دكتور؟ الهرمونات. لو توضح لنا بالنسبة للخطوات. بالنسبة للخطوات طبعا يعتمد حسب الحالة، لكن المتبع بنعطي للزوجة إبر هرمونات، لان احنا نعرف ان هي بتطلع كل شهر بويضه واحده. اوكي. واحنا نطلع في الانابيب 10 بويضات. عشان تعطينا 10 اضعاف المطلوب لازم نعطيها هرمونات خارجيه. هذه الهرمونات الخارجيه كل يومين؟ هي كل يوم، بس احنا نشوفها كل يومين. يوميا؟ هي تاخذها يوميا، يعني يوميا. تاخذ نعطيها جدول 10 ايام تقريبا او 12 يوم، وبنشوفها كل يومين كل ثلاث ايام نشوف الاستجابه، وقد تكون الجرعه نزيد الجرعه نخفف الجرعه، يعني هذه يسموها متابعه تبويض.
بعد ما نصل الى الحد المطلوب خلاص طلعت بيضات، شايفين احنا متابعين 10 بيضات 12 بيضه 13 بيضه، هذا الحد اللي احنا بندور عليه. نقوم بسحب هذه البيضات تحت بنج برا الجسم، ثم عزلها في صحون طبيه، كل بيضه في صحن. الان عندك 10 صحون او 10 بيضات، نلقح كل بيضه لحال. فيتم تلقيح من الحيوانات المنويه اللي تكون موجوده من الزوج مسبقا. ايوه، بكل بيضه نلقح. اوكي، فبعد ما تتلقح بيضه راح تحطها في الحاضنه خارج جسم الحين، خلاص برا جسم السيده. ايش هو الحاضنه؟ الحاضنه هي عباره عن جهاز زي يعني ما هو في لا مش في مش أيوة. في الجسم. ايوه، خارج الجسم حاضنه، جهاز في موفر درجه حراره واشياء تماثل الرحم. كم يوم؟ من 3 إلى 5 أيام. ايوه، بعد ما تنضج هذه البيضات وتم تنقيحها وتكاثرها، لان البيضه بتعطي 2 و2 يعطي 4 و4 بتعطي 8، نفس اللي بيحصل في الجسم العادي، رجعها في الجسم، رجع لها بيضتين او 3 بيضات على الاكثر. ثم نعطيها مثبتات لمده 15 يوم، وبعد 15 يوم يتم التصاق البيضه بالرحم. يعني الان بعد ما ترجع الاجنه في الرحم كذا نجحت العمليه. الان بالنسبه لك مخبريا نجحت، لكن قدريا لسه. يعني يبقى المرحلة اللي هي القدر، ما تقدر تسوي فيها شيء كطبيب، اللي هو التصاق البيضة بجدار الرحم. ايه، هنا اللي هو بيسموه إيجابية تحليل الحمل. فبعد 15 يوم تسوي تحليل الحمل، إذا صار إيجابي معناه البيضة لصقت وتبدأ في الإفراز هرمون الحمل. إذا ما لصقت البيضة في الرحم ونزلت يعتبروا العملية فشلت. الله يعطيك ألف عافية دكتور، من جد يعني تعرفنا أكثر بشكل تفصيلي يعني عن أطفال أنابيب. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد صالح، استشاري الغدد الصماء وأطفال أنابيب وجراحة المناظير. شكرا جزيلا لك، شكرا على حضورك، شرفتنا. أهلا وسهلا. مشاهدينا ما زلنا متواصلين معاكم، حناخذ هذا الفاصل ونرجع لكم مرة ثانية.